بطلتنا سو بترجع من السفر وتقدم في شركة علشان تشتغل، ويعرف بطلنا ان سو رجعت ويقول ازاي تتجرأ وترجع تاني، ويفتكر لما اخوه انقذ حبيبته سو ومات بعدها، ويقابلها في الشركة ويقول لها من فترة كبيرة ما شفتكيش، رجعتي بعد ما قتلتي اخويا وبعدها اختفيتي؟ تقوله لا انت مش فاهم، يقول لها مش فاهم، هو انت عندك قلب؟ وتفتكر الحادثة واخوه بينقذها ويموت هو، وتقول له انا فعلا ما قتلتهوش، يقول لها انا شفتك بعيني وانت بتقتليه، وانت بتقولي ان هو سوء فهم، انا هعملك بنفس الطريقة، ودلوقتي انهي الملف ده وما ترجعيش البيت غير لما تخلصيه، وما تخلينيش اشوف وشك من دلوقتي، وتقول انا ما كنتش اتوقع اني اقابلك بالطريقة دي. ويفتكر وهو مع سو، انت بتنسي معادك كل مرة، مش هسيبك تمشي المرة دي كمان، ويزعق لها على ملف ويقول لها اعمليه مرة تانية، وكل شوية يقول لها كده. لما البنت اتخنقت يقول لها ازاي اخترت واحدة زيك، تقول له شينج كفاية، لو عايز تطردني ما تعملش معايا كده، انا هستقيل لو انت وافقت على كده، وتاخد الملف وتمشي. يقوم يجري وراها ويقفل الباب قبل ما تخرج، ويمسكها ويقول لها مين سمح ليكي تمشي، تقول له شينج انت عايز مني ايه، يقول لها انت بتقوليلي انا عايز ايه، ويقرب منها تضربه بالقلم على وشه، مش محتاج تثبت انا بكرهك بجد، ويضرب الباب. هو بتكون ماشية وتفتكر هو قال لها ايه، وتضرب نفسها فوقي، كل مرة بيعاملك كده لانه بيكرهك، وتقول لنفسها ما تقعيش في الحب مع الرجل ده. وفجأة تيجي عربية وتقف قدامها ويفتح الباب ويشيلها ويحطها في العربية بالعافية، تقوله انت عايز مني ايه، يقول لها انا عايزك تعيشي معايا في البيت علشان اعرف كنت بتحب راجل تاني، تقوله لا انا مش بحب واحد تاني، توافق علشان يتأكد انها مش بتحب حد تاني، وبعدين ينادي عليها وتيجي، وقع العقد ده تشوفه وتقوله انت عايزني اعمل ايه، يقول لها وقع العقد وخليكي معايا لمدة 3 سنين وما تتجوزيش، وممنوع طاعي في حب اي حد، تقوله ايه، يقوم ويقول لها انت قتلتيه، ما تبقيش قاسيه، تقول له علشانه انا بس هوقع العقد، وتوقع العقد وتديله العقد، يتصدم ويقول لها اخرجي بره مش عايزه اشوفك، ويبص للعقد وهو مصدوم ان هي مضت عليه. وبعدين بتيجي جين للشركه ويقول لها الموظفين انها دايما بتيجي الشركه كل يوم، مفيش بنت تقدر تيجي، وبتكون سوسه معاهم وتتصدم لدرجه انه بيقع منها المستندات، وتشوفهم خارجين سوا من المكتب تمشي بسرعه، ويشوفها وتقول له صديقته ان اللي حصل كله كان سوء فهم، انت ليه بتعاملها كده، يقول لها ما تتكلميش عنها انا مصدق اللي شفته بعيني، ويمشي. ويكون معاها بنات في المكتب، وتيجي سو تديله المستند يقول لها اخرجي بره، تخرج وتقوم البنت. وبعدين يكون لين في البيت ويقرا مذكرات سو، ومكتوب فيها انا عارفه ان لين بيكرهني، لكن انا مش قادره اوقف نبضات قلبي، انا بحبه من 10 سنين لكن شكلي عمري ما هقابله ابدا، انا بحبه لكن هو بيحب حد تاني، اعمل ايه، واتصل بصاحبته ويقول لها قابليني في المكان القديم، ويروح ويسكر. وتقول له صاحبته انت ليه حزين، مر وقت طويل لازم تنسى، ويشرب ويفتكر لما كان مع اخوه وسو وصديقتهم، وكان اخوه بيبص على سو، ويكون هو ملاحظ ان هو معجب بيها، ويعترف اخوه بحبه لسو ويقول لها ممكن تكوني حبيبتي، ويكون معاه ورد. وتكون صديقتها معجبة بأخوه وتبكي، وتبص ليها سو وتوافق سو إنها تكون حبيبته ويحضنها. يتصدم لين ويحزن لأنه كان معاه ورد وكان ناوي يعترف ليها بحبه. وبعدين تكون سو مع أخوه، وتيجي عربية تكون هتخبطها يبعدها ويتخبط هو ويموت، وتبكي جين. ويجي لين يجري على يو وتقول له جين انسى الماضي، لو كان يو عايش كان هيحب يشوفك سعيد، يقول لها أنت بتحبيه مش بتحسي بألم لما بتفكري فيه، وتبكي جين وتقول له أنا عايز أرجع البيت دلوقتي، وترجع جين لين البيت سكران. وبتقول جين لسو هو شرب كتير ورجعت معاه البيت لأنه سكران جدا. وبتقعد جين مع سو وتقول لها هو أنت علاقتك إيه بلين، دايما كويسة؟ تقول لها جين دايما علاقتنا كلنا كويسة، وأنا ما كنتش توقع إنك تكوني هنا في الوقت ده. تتوتر سو وتمشي جين، وتحاول سو تنيمه يقف ويقرب منها تبعده، وتقول لنفسها لين خليني دايما احس بألم. يقوم لين ويقول لها انت عارفة انا قد ايه كنت مفتقدك بعد ما سبتيني ومشيتي، تمشي يمسك ايديها ويحضنها
ليه دايما عايزة تسيبيني وتفتكر ان جالها اتصال ان امها ماتت؟ تتصدم وتبكي، وتيجي اختها وتقول لها امي وقفت الفاتورة الطبية علشان تجمع ليك فلوس، وتديها الفلوس وتحضنها اختها وتقول لها لو اي حاجة حصلت قوليلي، وتبكي سو وتبعده وتقول له انت ليه كده، انا السبب في موت يو، انا لسه حاسة بالذنب. يقول لها لين هو انت عندك قلب؟ تقول له ولو انا ما عنديش قلب ليه دايما بتتعبني؟ يشيلها ويحطها على السرير ويقول لها لو انت ما عندكيش قلب ما تلومينيش، ويقرب منها. وتاني يوم بيديها علاج، تقول له ما تقلقش يا سيد لين، انا مش هيكون عندي ابن منك، انا بتمنى انك تفهم، ومش سهل يكون عندي طفل غير شرعي. يحزن لين ويمشي وتبكي هي، وبعدين تحس سوء بالتعب وتروح تودي لين المستندات. تيجي تمشي يقول لها استني، ويقول لها النهارده جين هتيجي البيت على العشاء، انت اكيد لازم تكوني مش موجوده. تقول له ليه؟ يقول لها ده شرط من شروط العقد اللي وقعتيه. توافق، وبعدين تيجي تركب العربيه معاهم، يقول لها تقدر تروحي البيت ماشي، ويركب العربيه ويمشي. وتتعب اكتر وهي ماشيه في الشمس لدرجه انها بتفقد الوعي، ويجي ليها لين وياخدها البيت، وتكون نايمه وتقول انا اسفه يا يو، وتهتم بيها جين. تقول له اخيرا درجه حرارتها انخفضت وانت فعلا فهمتها غلط، انا قلت لك خليها تمشي. ويعتني هو بيها، هي دايما بتلوم نفسها كتير جدا بعد موت يو، وامي عارفه انها هنا، هي دايما بتدفع فلوس علاج عمتي وامها سفرتها بره بسبب اللي حصل، وانها ما كانتش عارفه تعيش، وكمان كانت علاقتها مع عيلتها سيئه. وتبعده وتقول له مش عايزه اشوفك تاني، يحضنها ويقول لها انا كنت فاهمك غلط. تقول له انت عايز تعذبني تاني؟ انا عارف ان الوقت كان صعب عليكي، بس انت ما فكرتيش في قلب جو ازاي تظهري انك بتحبيني وانت مش قادره تنسيه. ويمشي ويسيبها ويروح يسكر، وتقول له البنت صاحبته لما انت بتحبها للدرجه دي ليه جرحتها بالطريقه دي؟ ليه بتعذبها؟ انت لازم تنسى الماضي. يقول لها لو انا نسيت هي مش هتسامحني ابدا. تقول له تستحق اللي انت فيه دلوقتي من مراتك، ويتصل بيه شخص ويقول له مراتك في ايدي دلوقتي، ويجي واحد ويخطفها، ويقول له تعالى ومعاك 5 مليون، لو اتصلت بالشرطة انت عارف ايه اللي هيحصل لمراتك. تهدده وتقول له عمره ما هيجي. يقول لها انت بتكذبي عليا، بتلعبي معايا، لما يجي هقتله هو كمان. ويجي جوزها ويضربه ويقول له اتجرأت ولمست مراتي، انت عايز تموت؟ يقول له سامحني، ولما يقوم يضربه ويغمى عليه. وتهتم هي بيه، ويصحى يلاقي صديقته جنبه ويسأل عليها، تقول له هي مسافرة وسابت ليك الرسالة دي، ويقرأ الرسالة ويكون مكتوب في الرسالة احنا دايما كان بينا سوء تفاهم، ودايما الشخص اللي معايا لازم بيتأذى، يجري بسرعة ويروح المطار، ومن الأفضل اني اكون مش موجودة، وكده كلنا هنكون في أمان، ومش بيلحقها وتسافر، وبعد سنة تكون رجعت ويقابلها وينادي عليها ويرجعوا لبعض، وبكده تنتهي الدراما.